أو فرح، فرح فرح. طيب يقول ألو، السلام عليكم. نعم نعم تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان عليك، رمضان كريم الله عليك يا شيخنا. يعيدنا وعليكم بالخير يا رب، تفضلي. شيخنا عندي سؤال. أني احنا أنا من العراق، أبوي طلع له يعني شلون مثل الورث قطعة أرض، وما عندنا يعني شلون نسويها يعني نبنيها، بس الراتب مال أبوي وراتب أبوي ما يكفينا، يعني بس يكفي يعني إنه هو نعيش بيه. زين، هاي هل يحق لنا إنه احنا نستلم قرض؟ أنتم ليس عندكم بيت؟ لا لا، ما عندنا، بس عندنا قطعة أرض. إي أدري، البيت اللي أنتم عايشين فيه يعني أجار؟ لا لا، مو إيجار، هو هذا البيت احنا يعني قاعدين هسه بيت احنا وعمامي وهذه. إي أنتم كم عددكم اللي أصحاب الأرض؟ أصحاب الأرض؟ إي هي الأرض بس إن يعني العائلتنا احنا وحدنا. إي أدري، يعني اللي بيسكن في الأرض بعد بنائها كم، 10 ممكن؟ لا لا، 6. إيه. وليس عندكم بيت نعم. مستقل، ساكنين عند أعمامكم. اي نعم. والله يا بنتي ما أدري، أنا لا أستطيع أن أنزلها منزلة الضرورة. طبعا هو بالنسبة للقرض، قرض ربوي اللي بتأخذونه طبعا، ولا لا؟ شيخنا يعني حتى إذا نبقى هيك يعني ما راح نقدر بعدين إنه نسوي يعني نكون مستقبل يعني بيتنا، وها يعني ما راح يساعدنا أي شيء. لكن القرض من الحكومة ولا من بنك؟ من بنك؟ ليس من الحكومة. نعم. اي والله يا بنتي انا لا استطيع. والنسبة مالته 7%. اي بنتي لا استطيع ان ارخص لكم، يعني اسألي غيري، لا استطيع ان ارخص باخذ قرض ربوي وانتم على هذا الحال. نعم. يعني لو قلتي مثلا ايتام واحنا مع ام مثلا مع بناتها وتتعرض لاشياء، يعني لو في ظرف ضرورة، الله تعالى يقول فمن نعم. اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. يعني المحظورات تبيح، الضرورات تبيح المحظورات، لكن نعم. ما دام انكم عند عمانكم وكذا، انا لا استطيع ان اعتبر هذا ضرورة واقول يباح لكم نعم. ان تاخذوا الربا لاجله، لا استطيع. شيخنا عزيز، ممكن عندي سؤال ثاني. تسالين غيري. تفضلي يا بنتي السؤال الثاني. عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدينار بالدينار لا فضل بينهما، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما. رواه مسلم. عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. رواه ابن ماجة والحاكم. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ظهر في قوم الزنا والربا إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله. رواه.